التي أنتجتها الثورة هي ثقافة التفاؤل دائما. حالة الإحباط التي وجدت قبل هذه الثورة انتهت، وبالتالي نحن ننطلق من أن هناك إرادة شعبية حقيقية. هذه الإرادة الشعبية تجسدت في ثورة الشباب، التضحيات التي قدموها والأداء اللي قدموها حتى اليوم، وجاءت العملية السياسية متزامنة مع هذه التضحيات وتخدمها. لا يمكن أن تتحرك العملية السياسية بتعالي أو فوق تضحيات الشباب، وإنما بصورة متزامنة لتخدم خيارات الشعب المتمثلة في التغيير وتحقيق الأهداف النهائية للثورة إن شاء الله.